يا مساء الفل على الجميع من دبي، من بر دبي. تعالوا نشوف علي صابر عامل لنا ايه النهارده. الراجل ده عامل عروض جامده قوي يا جماعه، عايزين نشوف ايه العروض اللي عاملها النهارده. يا مساء الفل يا علي. اهلا 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 بسيد عم الدنيا. ايه الاخبار؟ عامل ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله زي الفل. امور ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه يا عم العروض الجميله اللي عندك يا باشا؟ بص بقى، اتفرج. بمناسبه العيد عندنا عروض ايه؟ اول حاجه عندنا الواتش 8، تمام؟ الثلاثه منها ب 100 درهم. الثلاثه هي بتتباع لوحده ب 5. الثلاثه ب 100 درهم؟ الثلاثه ب 100 درهم. ايه الكلام ده؟ عندك الايربودز الام 10 الخمسه ب 100 درهم. الخمسه 1 2 3 4 5 ب 100 درهم. هو انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ والله بتكلم بجد. يعني اخد الخمسه ب 100 درهم؟ خدهم يا باشا دلوقتي. بص كده، انا اول واحد هاخد الخمسه دول. بص يا باشا بص يا باشا، ده كروم بوك، تمام؟ ده بيشغل كل الابلكيشن عليه، بلاي ستور، تقدر تحمل عليه فيسبوك، تويتر، تيك توك، اي حاجه، تمام؟ الواحد ب 90 درهم والاثنين الاثنين ب 160 درهم. الواحد ديل لابتوب ب 90 درهم والاثنين ب 160 درهم، تمام؟ تعالى بقى اتفرج. لو انت مثلا طالب او في الجامعه وعايز لابتوب تخلص عليه شويه حاجات كده في السريع، يكون وزنه خفيف وكمان ما يعديش ال 600 درهم، بص يا سيدي، عندك اللابتوب ده كور اي 5 من الجيل السادس برامات 8 دي دي ار 4 وهارد اس اس دي 256. الجهاز ده وزنه خفيف جدا والحاله زي ما انتم شايفين، يعني بصوا وكاله، تمام؟ ما شاء الله. الجهاز ده بيجي بالشحن الاوريجينال بتاعه، وكمان ليك عندي النهارده مفاجاه، لو جيت خدته هتاخد عليه ساعه واتش 8 هديه. بكام بقى يا معلم؟ ب 600 درهم. ايه الدلع ده؟ ايه رايك؟ ده خلي الناس كلها تتبسط. ايه رايك؟ ما شاء الله. اي خدمه. الناس اللي سالتني عن عروض دي، عروض النهارده، وتابعوني على التيك توك هتلاقوا عروض كل يوم.